مركز الدار نوار ليالينا، يجمع احباب ويرحب فينا، الليل انوار والود مالينا يا علي. والموعد فين مركز الدار؟ واحلى مكان شفنا ينادي الوان وهدايا تجينا، والعاب كمان حلوات تسلينا يا جلستنا اليوم مركز الدار. يا قلبي ارتاح لا تشغل بالك، واضحك للناس تضحك أمالك، مسألة إحساس كيف أشرحها لك يا عين. خلينا نشوف مركز الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، مساكم الله بالخير ويا اهلا ويا مرحبا وسهلا، مساء الفل والكادي وصحن الزبادي، حياكم الله الى مركز الدار والى الجمال والى جلسه المساء الجميله العفويه بطبيعه جلستنا وقهوتنا، واليوم في فواكه وفي كرز وفي علوم طيبه وفي فراوله، لكن الفراوله هذه لا تؤكل وانما تستمتع بالجلوس بجواره. حياك الله يا فراولة الدار. الله يسعدك. صح كذا والله، ما أدري يا موز الدار ولا أحسن كذا. لا وأنت أحلى تفاح. الله يسعدك حبيبي محمد. يا هلا بزين. أرحب فيك كذلك وبالمشاهد الكريم المشاهد الغالي علينا، نسعد بكم في هذه الإطلالة الجديدة من برنامجكم مركز الدار هنا من عروس البحر مدينة جدة. كم درجة الحرارة اليوم؟ والله اليوم أنا 46 تقريبا. كيف قيس الحرارة في جدة؟ بالنظارة. إذا احترت؟ إذا كنت في السيارة في المكيف بشكل عام وخرجت للجو الخارجي، فإذا مثل ما قالوا جت فيها ضبابية تعرف أن الجو إيش؟ نار، ما هو مضبوط. إيه، في خاصة الرطوبة. سبحان الله، جدا إحنا نعاني من الرطوبة. الحر إحنا الحر ما يهمنا بشكل كبير أنه ما توصل، يعني مو زي الرياض حرارة جافة، إذا طلعنا بر أو كذا في الليل تلقى نسمة الهواء الجميلة. إيه نسمة عليه، لكن جدا رطوبتها فقط هي اللي الواحد ممكن يقلب يعني لازم. بس كل هذه الأمور تخففها المجالس الطيبة وسوالف الزينة والجلوس مع الأحباء مثالك مع والله الجمهور الحبيب. لا والله تخففها والله، كان في حر يبي لك مكيف. بالعكس، قول لي المجالس هذه تزيد حرارة الأجواء. زي حبيبنا أنس السيد البارح. أوه، الله يسعد أنس. وحبيبنا أحمد ما قصر اكرمونا. اي والله ضبط هو الحاجات هذه. احنا نقول لك كذا يا انس عشان تنتبه كذلك للمرات القادمه وتعاود تعود. انت ذكرتني الايام الماضيه كنت مشارك في العصر دوره اقدمها للزملاء، فريق كذا شباب عندهم نشاط صيفي مهارات اعلاميه دردشه اعلاميه. حلو. مركز سعود الفيصل، وكانت شباب رائعين، لكن التكييف كان ايش لك عليه. ايه ما شاء الله، الصاله كبيره وفيها ثلاث مكيفات، واحد شغال الباقي ديكور. الله، فعلا يعني فكان اللي ديكور يبرد احسن. كان يبرد. حتى الحين احنا في الاستوديو اذا ما في تكييف ترى راح يكون في الجوده راح تكون اقل، حتى في العطاء، حتى في سبحان الله في تهيئه المكان والارتياح للمنطقه. اتوقع انه له بل اناس يقول سبحان الله انا مسافرت المكان الفلاني وفيه تغيرت نفسيتي، تغيرت نفسيتي وارتاح وصرت أقدم وأعطي وأبذل إلى آخره. فأتوقع جزء كبير من حياتنا يستند على موضوع إيش تهيئة المكان والجو العام، الجو المناسب، البيئة. هو له أثر يعني فعلا، زي ما يقولوا اللي تخشى عليه تخشى أنه يتغير هذه الأيام هو المكيف، تخشى يتغير عليك. الله يثبت. لكن أحيانا فعلا سبحان الله، حتى في الحديث أنه الناس معادن، يعني الأرض فيها ما هو أرض حمراء وأرض صفراء وأرض بيضاء وأرض صلبة وأرض لينة، خرج الناس سبحان الله بتلك الطباع بطبيعة الأرض، ثم يهذب الإنسان. يا إما أن تكون هذه الأخلاق، يعني مثال الإنسان قد تكون من هذه الطينة الصلبة ثم يبدأ هو يهذب أخلاقه، لذلك جاءت الشريعة بالتهيئة. حتى الأمثلة في القرآن، فأما الزبد فيذهب وأما ما ينفع الناس فيبقى. وسبحان الله حتى وبعدين في اللي جبل كذا على الأخلاق الطيبة وعلى البسمة وعلى اللطف وعلى كذا،
هذا ما شاء الله تشيخ معه خلاص يعني. وزي ما قلت كلمة حلوة هذه يعني كل شيء ربما الإنسان إذا كبر يضعف جسمه لكن تقوى فيه جانب الخلق والروح الجميلة واللطف. ما تلاحظ أحيانا في ناس أول ما ودك تجلس في قهوة أو ودك تعزم أحد أو ودك تسافر يخطر في بالك هذا الخفيف الضريب صاحب النكتة الحاضرة منوع الحديث. أما في ناس ما يعجبه العجب ولا تستعد بالله من الساعة اللي ترى فيها. الله المستعان. والله فعلا فكان يقولوا واحد راح يزور عالم مريض فزاره وأطال عنده وأثقل عليه بالأسئلة وش فيك لما جاء يطلع يودعه قال انصحني نصيحة فرصة أنك مع العالم قال أنصحك ألا تزور مريضا بعد اليوم لأنك تتعبه أكثر من الحالة اللي هو فيها. كثر الله خيرك خلك في مكانك. جميل دامك كنت جيت للنصيحة اليوم في سؤال صاروخي للمتابعين المشاهدين في مشاهدين مركز الدار على تويتر طبعا جمهورنا على راسنا ونحن نعرف انه جزء يعني من متابعي الشبكه هم من يعني ما شاء الله وفقوا في متابعه مجريات اللقاء والمركز فيش في تويتر. صحيح. جميل فلهم يعني منا كذا يعني بحكم انهم يعني في خط تواصل بيننا وبينهم فنعطيهم بعض المشاركات والا نحن نعلم انه الكثير ممكن يعني ما يتابع الهاشتاج لكنه مستمتع بالشاشة. نعم بالشاشة وبالتالي يعني فإذا كنت ممن يعني حظيوا بتويتر فلك هذه نوعيات في الجمهور. إيه إيه إيه. في نوع يحب يتابع ويكتب ويلخص ما يقال أو يعلق. إيه. وفي نوع أبدا يحب يستمتع وترى حتى في الحياة بالعموم يعني هو في برضو أنماط الناس حسي وبصري وسمعي وفي ناس إذا مثلا سافر في ناس يستمتع بأن يصور اللحظة يوثقها وفي ناس يقول لا أنا متعتي أني أنا أعيش اللحظة. فعجبني مرة واحد كتب كذا يقول لا يعني أني إذا صورت أني أنا ما استمتعت بل جزء مما استمتعت به أني صورت لك هذه اللحظة. وبعضهم يقول أنا استمتع الآن وأبقيها لاستمتع بها. جميل لاحقا. جميل طيب فقرة سؤال تويتر اللي عليه تصويت جاهز يا سالم عشان بس نعرضها بعدين ولا يلا بسم الله. يقول تعتبر نصيحة البائع أنت ذكرت نصيحة الرجال يقول له لا تزور لا تزور واحد تعتبر نصيحة البائع لك بدون طلب منك إيش تعتبرها؟ دخلت محل وشريت ودك تشتري ودك تشتري شيء معين كذا اخترت مثلا في تيشيرت ولا في ملابس فجاك هو البائع وقال لك التالي عرض لك قال لك هذه أنصحك هذه ممتازة جدا وهذه القهوة لذيذة وسعرها مغري وتوها طازة عطاك الأخير فأنت إيش تعتبر هالنصيحة؟ تعتبرها غرض تجاري بيسوق هالمنتج وتعتبر والله أنه صادق لا والله هذا رجل صادق معلومة صحيحة وصادقة تمام. الثاني أسمع منه وإيش أبو عبد الرحمن وأشتري يعني أنا ما عندي خبرة أتوكل على الله. فكانت النتيجة كالتالي طبعا المشاركين كم يا شباب 400 وكم والله ما أشوف الشاشة بعيدة شوي كم يا سالم الغرض التجاري سلومي قموش حول 500 إذا غرضها تجاري صحيحة وصادقة أسمع منه وأشتري ما أريد يعني أدبا بس أنك تسمع كلامه وتقول له كذا شكرا وتتصرف. النتائج كانت غرضها تجاري 33% صحيحة وصادقة 10% أوف ما في ثقة أسمع منه وأشتري ما أريد 56 معناها أدبا أنك تسمع منه وتخليه يتكلم يسولف لين يخلص تقول له شكرا وتختار الصنف اللي تريد. أنت من نوع إيش؟ والله شوف أبو عبد الرحمن أنا ممارس يعني أنا لأخذ في الفترة الأخيرة صار في نشاط تجاري وأعطيك يعني صدقا ما يحصل. إيه الشيخ عندي دكان بيشت هذا عشان يضبط لي الدقلة قلت لك سودة خصم خاص أمام مشاهدين الكرام. لا لا وش خصم إذا ما في مجانا ما صارت نصيحة صادقة. وإذا والله أنا فاتح مجانا ترى بقفل محلي. إذا لا مو مجانا لكل الناس أنا سوقها لك وطلع لك فيها في المجد والناس كلهم غاليين مثلك يا أبو عبد الرحمن وأنت أغلى والله أجل أمسح رقمين أمسح رقم لا شوف والله يا أبو عبد الرحمن شوف نحن يعني أنا كنت أتمنى وفي الناس خير يعني نزول الميدان ترى يعلمك شيء كثير الذي يخالط الناس. نعم. كما جاء في الحديث عن صحيح البخاري الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. يوم تخالط الناس تخالط الباعة والتجار تجد الناس يختلفون لذلك تجد هذا وهذا لذلك في الحديث إن صدق
وبينا بورك لهما في بيعهما. نحن نشتكي الآن من قلة البركة في البيع. ليش؟ أنا أقول نرجع للخطوات السابقة. أنا هل أنا صادق في البيع؟ عشان كذا الناس الآن يوم رشحوا 10% أنه هذا صادق في البيع، لأنه أصبح حتى المشتري، حتى المشتري، لأنه الحديث جاء بهما. نعم. فإن يعني بينا هما اثنان، أي يعني ليس فقط يبين البائع، وفي تفصيل سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. إذا اشترى. فوجدت في الميدان الناس تتباين، فجيت للفريق العمل عندي الشباب، ولا أخفك سر النشاط اللي أنا أعمل فيه مليء جدا بالمنافسين، لا باختلاط المعلومات اللي قد تكون غير دقيقة، هذا أصلي مو أصلي، غير مضبوطة، خامات وكذا. فقلت شوف يا جماعة الخير، اعتمادنا بعد الله في رزقنا على صدقنا. جميل، نبغى صدق، نبغى رزق حلال حتى تأتي البركة، بركة كذا. فتعبت أنا لأنه تعودهم على لغة السوق الدارجة، لكن فعلا نحتاج إلى أن نكون صادقين حتى ترتفع نسبة إيش؟ البركة والخير. البركة والصدق عند الناس حتى يتعاملوا بصدق في البيع وفي الشراء. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. في شيء في الحياة اللي هو السماحة في التعامل. الله. يعني بعض الناس تجده مثال إذا راح يشتري من براند عالمي ما يقول، يعني أقصد مثال قال له 1000، يحس كأنه عيب لو يقول له نقص 10، بس يروح يشتري من بائع مثلا خضار يقول له 5 ريال ينقص له ريال. هذا أولى أن تزيده أو أولى أنك تسكت على الأقل. أنا أقصد فعلا الإنسان لست بالخب ولا الخب يخدعني، لكن في الأخير أنت إذا جيت تتعامل في الموازين، واحد لأنه براند عالمي وإتيكيت أو يروح المطعم مثلاً كبير وتفتخر، لا وتفتخر بالسعر، قال فاتورة بكذا ويسكت، وربما حتى يعطيه إيش زيادة البخشيش وكذه الأمور حتى يبين أنه هو برستيج، بينما لما يأتي للبسطاء تغيب هذه السماحة أولى. إيه، وصير يسوي نفسه أنه فاهم للكذا. يعني هذه السماحة من الطرفين، يعني لهذاك لا يكون شديد، يعني يكون ذكي. أمس أبو فهد يمشر الفرن. إيه نعم، أحسنت. وش قال؟ قال هي قالت لي 3000 واشتراها 1500 وزدتها 500. الله، يعني واحد من الشباب يقول البارح، يقول كان في فرن معروض في احد المواقع، فرن طبخ يعني حق مشروع طبخات، فيقول يعني استخدامه ممكن اشهر وشرته بمبلغ 11 10000، لكن اضطرت الى البيع، للبيع حاجه ماديه، فكان معروض بكم؟ 3000. وصل الاتفاق بينهم 3000. يقول والله شعرت، وهذا اللي نحتاجه. نعم، هذه اللغه، شعرت انها تستحق اكثر. صح. وانها يعني لولا الحاجه لما بعد، لا بعد. فيقول زدتها 500، هذه ايش 500 ولا 100، ايش راح يكون الاثر؟ سبحان الله. وكان احد الصحابه اظنه سعد رضي الله عنه يقول انه ارسل عامله يشتري له فرسا، الظاهر كان اشتراه ب 400، فلما رجع قال بكم؟ قال ب 400، جاء يعني فرح انه سعره، قال لا هذا يعني سعره اكبر. يقول رجع الى الرجل وقال لا هذا هو سعره، انا البائع وانا راضي. يقول حتى اوصلوا معه زاده الى ان اصبح 800. قال له ايش هذا العجب ان انا اقول لك 400 انت تعطي 800؟ قال بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. يعني سبحان الله، هم اخذوا بهذه الوصيه اني انا مستحيل اغشك مهما كان الحال، يعني لأني عرفت أن السلعة تستحق. هذه منازل عالية. يعني الإنسان أحيانا قد يكون البائع زي ما قلت أنت مضطر، فهنا فعلا قد يكون الاضطرار من اثنين، فأنت تراعي الحاجة وهو يراعي كذلك الظرف. يعني جيد جدا أن يكون فينا هذا الرقي. الحسن البصري يقول مرة أنه ناداه خادمه، فقال ناداه رجل، نادى الحسن، فقال الحسن لبيك. وحتى تكلم الإمام النووي باستحباب الرد بكلمة لبيك، ومرة قالها سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، فقال لبيك وسعديك يا رسول الله. فيجوز الرد بلبيك لمن كان مؤمنا، يعني يستحق من أهل هذه الصفة الجميلة. فالحسن لما قال له الرجل يا حسن أو كذا يا ناداه، قال لبيك، فقال تقول لي لبيك؟ يعني كلمة كبيرة أنه العالم الحسن البصري يرد علي بكلمة لبيك. قال وإني أقولها لخادمي. الله. يعني حتى خادمي إذا ناداني أرد عليه بلبيك. الأخلاق عندهم لا تتجزأ، الطيب والكلام الطيب وروعة العبارة تقولها لكل أحد، مو بالطبقات أنه هذا من طبقة عالية أنا برستيج وأقول كلام طيب، وهناك أهين الناس وأقول لهم كلام جارح. لبيك هنا ولبيك هنا ولبيك للوالدة وللوالد ولكل مسلم يناديك. فكانوا هم حتى البسمة
أنا دائما أقول مرات تدخل محل تلقى واحد يفتح لك الباب، ترى مو تصرف سهل رغم بساطة التصرف لكنه كبير من هذا الأدب. يعني أحيانا تجي داخل أنت قادر لو تترك الباب يرجع على الداخل، فتمسك الباب لحظة بس ويدخل، شوف أثرها بعدين على قلبه. صحيح، بعض الناس يتوقع أن هذه مهنة يمتهنها شخص من أجل مال. يا أخي أنت دعك، أنت دعك من السلوك، ما عليك من الشيء اللي هو ممكن هو صح. إيش يقصد؟ لكن أنت دائما نحترمك، احترمه، احترمه، والأخلاق كالأرزاق. الله أكبر. الناس فيما بين غنيين وفقير. وفقير. وبعض جميل. الناس يقولوا تحترمه لأنه محترم. الله. وبعض الناس تحترمه لأنك محترم. فخليك محترم يا محترم. سنت. إذا الناس صنفين، تحترمه لأنك أنت محترم. إيه. يعني بغض النظر عن تصرفه. حتى لو كان اسمح لي سفيها مريضا. نعم. مجنون نفسية إلى آخره، فأنت كن راقي لا تنزل إلى. لا هو حتى كان. يقول واحد جاء طلب الظاهر 10 دينار فأعطاه 100، قال له هو طلب منك فقط 10 دينار كيف تعطي الرجل 100؟ إيش قال؟ قال هو طلب على قدره وأنا أعطيته على قدره. الله عليك. الله الله. هو محتاج 10 بس أنا أقدر أعطي 100، أنا الحين محتاج دقلة واحدة بس، فهمت؟ دقلة واحدة. أنت تجيب 2 هذه حرام. والله شوف صراحة. أنت أصدق ما يقال فيك أنك ابتلاء معجل في الدنيا. استغفر الله. طيب يا جماعة الخير الهاشتاج فيه صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. ما أخذنا الهاشتاج نصيحة المؤمنين. لا أنت علق في شيء أولى من الهاشتاج. قول. سمحونا يا جماعة الخير، سامحونا سامحونا كذا كذا السماح أبو أنت يا إيه سامحونا، أمس ما سحبنا على سؤال الحلقة. يعني سحبنا عليهم. ما سحبنا عليهم. لا يعني سحبنا عليهم. سحبنا عليكم. وما سحبنا من الهاشتاج. تعلم ناصر حتى ال. سحبنا عليكم وما سحبنا حلقة البارح. طيب نسحب عليها سالم، إيش رأيك الحين؟ يلا. سالم. شوف على السماحة أم غادة من رجال ألمع. نسحب يا سالم ولا؟ للناس التي تزرع طيب بداخلنا الفرح بكل مرة وبدون مقابل يا رب البقاء لهم يا رب. والله فعلا يا أخي. شوف مشاركة الهاشتاج مركز 3. أسحب. لا بس خليني إيه. طيب نعرض سؤال اليوم. سؤال اليوم مثل الفقرة قبل البارح، هذا هو يطلع الآن على الشاشة يا شباب، أعطونا إياه. هذا سؤال اليوم. وشو يا أبونا عبد الرحمن؟ استخرج الصورتين المتطابقتين. إيه هذه أشكال رسومات معينة، دوائر وأشكال وها وأكواب مدري إيش، ففيها صورتين. طلع لك الحين الأشكال المتطابقة. إيه. وين؟ أنا أشوفها كلها متطابقة، كلها صحن حلبة. لا طيب هم أنا أدور طيبة. أدور سؤال البارح ما لقيته. يا سؤال الأمس قرب أضلعك، ما كان الخل السوي ليدفعك. هات. كم عدد حرف الميم في العبارة الآتية؟ وين هي؟ نعم أحسنت. إيه اللي ذكرتها أنت أمس. برنامج مركز الدار، فقرات جديدة ممتعة ودردشة خفيفة وقيمة يأتيكم من لا خلنا نعيد. برنامج مركز الدار، فقرات جديدة وممتعة ودردشة خفيفة وقيمة، كذا الصوت ها. يأتيكم من الأحد إلى الخميس الساعة 9:30 مساء على قناة النت. طلع حرف الميم. طيب المشاركين أبو عبد الرحمن اللي شاركوا وأجابوا على هذا السؤال 426. المشاركين صحيحة. إيه. لا هو كم ميم؟ لا المشاركين 459. حلو. تمام. كم ميم يا شباب؟ 10 ميمات ولا كم؟ سالم. 10 ميمات. ترى سمعتها من رفيز ناصر. يلا قول. طيب نسحب. نسحب. طيب بسم الله. نسحب على اللي أمس سحبنا عليهم. الله عليك. الله 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 الله. يا سلام يا سلام يا سلام. والله ما شاء الله مشاركات الناس مسدح الإجابات من البارح. أنت حط رقم. أنا دائما إذا جيت أسحب مثال أقول راح أمرر الشاشة 10 مرات. أمررها 15. يلا ها. كم؟ 7 مرات. 1 2 3 4 5 6 7 حط أصبعك. يا حي الله أبو جاسر. يا أبو جاسر بس جاب الرقم الصحيح؟ والله إيه جابه. أموره طيبة. أموره طيبة أبو جاسر. فاز معنا باشتراك تطبيق هادف معنا في هذه الجائزة ومشاركة معنا. تمام؟
أنا أشوف التغريدة تابع الحساب ولا لا؟ أنت صور الشاشة الآن حبيبنا أبا جاسر. بس بتأكد أنه هو أنه أموره طيبة. أموره طيبة طيبة. نقهويك يا شيخ، وين القهوة؟ شاهد شيخ. شاهد تقول أمي مستمتعة بمتابعة البرنامج، ونسيم المجد كن كالنخيل يعني الأحقاد مرتفعة ترعى ترمى بأحجار فترمي بأطيب الثمر. أنا قلت ترعى. تخيل واحد يرعى بالحجر. والله أصب قهوة شيخ. والله أعطيني ميديوم كذا، أعطيني لونج. طيب بعدين، طيب سؤال اليوم مثل ما شفنا مشاركاتكم إن شاء الله نعرضها آخر الحلقة إذا الله يسر. اقدح الفنجال، وضيوفنا ترى متولمين وجاهزين. أوه. بس في قهوة، والقهوة والمع، ونسعد بهم. بسم الله. الله أكبر. الله، هذا الفنجال. يلا أسلم شيخ، انتبه. بسم الله. القهوة سالم استاهل والله، كم عندي سالم في الدنيا. عندنا ضيوف الآن. هات. هات. ناخذ فاصل ثم ناخذ ضيوفنا. طيب ناخذ فاصل. بس أنا والله أشوف شيء مغري يا جماعة الخير يا نواف. نعطيك حبة كرز. يا أخي جيب سكريم قهوة، جيب سكريم بالشاهي، جيب شيء، جيب سكريم. وش رأيك تأخذ قهوة مع كرز؟ هات أشوف. جربها. بسم الله. بيض الله وجهك. وأنا أخذ قهوة مع موز. بسم الله. الذوق الخايس هذا. كيف؟ بسم الله. كرز مع قهوة، هذه طبختنا الجديدة القادمة. فاصل فاصل. أطلع فاصل، راح نعالج من غبيشة ونشوف. فاصل. الله يرحم والديك. إيش الفرق بين أطفال زمان وأطفال الجيل هذا؟ والله فرق شاسع. إيش الفرق؟ إيش أخي الجيل ده؟ الله يهديهم. ليش؟ ما لهم إلا في الجوالات وزي كده. طيب وأيام زمان برضو سوني و 24 ساعة على البلايستيشن. ما كانوا 40 ساعة، كانوا يلعبوا كورة، كانوا يلعبوا طائرة، فاهم؟ ودوا كل موسم حقه، مثلا صيف يسووا زي كذا، في العصرية ينزلوا يلعبوا كورة، في الليل يطلعوا يتمشوا زي كذا. طيب ودحين؟ دحين كل واحد على الجوال. على الجوال. وأغلب الشباب الله يعيننا عليهم بس. أطفال زمان أحسن، ما حد كان يشيل على الثاني صراحة. يعني دحين يشيلوا على الثاني؟ مو يشيل على الثاني، بس تلاقي فيه مضاربات، فيه اشياء بسيطه كذا. حتى زمان، حتى زمان كان فيه مضاربات. لا والله زمان كان فيه قلوب صافي، فهمت؟ اللي هو كل واحد مبسوط وخلاص، اهم حاجه لعبه، بعد اللعبه خلاص. دحين لا والله فرق كثير. زمان يا عمي ما بقدر افتسي نفسي انا الشايب وانا لا لا، لكن يا اخي زمان وين كنا؟ العاب على قدنا محدوده، لكن الحين شوف، الحين البزر بعقل كبير. اول ايش كنت تلعب؟ ايش كنت العب؟ ما كنت ألعب صراحة، أنا ألعب عادية الإلكترونيات. إيش كان، إيش كان عندنا زمان؟ ما كان في ذيك الأشياء اللي مرة حارة بيت ما في. إيش الفرق بين زمان وأول؟ والله الإلكترونيات، البزر صار مع إنستغرام، صار مع سناب، صار مع كل شيء. أنت مع دحين يعني أنت مع الأطفال الجدد ولا؟ لا والله صراحة ألعاب زمان. ألعاب زمان أفضل أكيد. لا أكيد أطفال زمان أحسن. دحين في انستغرام ويوتيوب وما شاء الله مبسوطين. هو هذا اللي جايبهم ورا اصلا. خلينا نشوف مركز الدار. يا هلا يا هلا وسهلا، حياكم الله. يا هلا ومرحبا وسهلا بعد الكرز والقهوه. واسامحك ها ما ضبطت. بالله في احد في الدنيا في الكون قد شرب قهوه مع كرز؟ كرز انا ما شربته ولا ما شفته، ما روني كرز، بس جاب لي تمره بس. افعله هو. ايوه هو ما كرز انا يا حبيبي. لا لا كرز انا ما شفت كرز يا عمنا. هو اعطاك الشيء الصح، تمر مع قهوه. بس تمر مع كرز نكبت. نكبتني الحين من يعرف. لا لا الحين اضبطك. طب امشي يا ناصر ارجوك. خليني ارحب بحبيبي حسين الدوم. اهلا وسهلا. اهلا بكم حبايبي، الله يسعدكم يا رب. وانا سعيد بتواجدي معاكم اليوم يا حبيبي. وكل سنه وانتم طيبين، وخلص العيد وغلقنا حلاوه العيد وكل شيء، وكل عام وانتم بخير. الله يبارك فيك. انا باقي عندي حلاوه موجوده، باقي عدى نعدى عليك. لا انتهت الحين، توقع انتهت العيديه هذه. تاريخ كرز انتهى تاريخها. عنده حلاوه بس انتهت. ايش تنتهي في اسبوعين لسه. حبيبنا كذلك المنشد اكرم حسين، اهلا وسهلا. الله يسعدك. وشي بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد تواجد اليوم معكم وعلى قناتنا الحبيبه قناه المجد، وان شاء الله نقدم شيء حلو للساده المشاهدين باذن الله. انتم اصحاب الدار، الله يحييكم. الله يحفظكم. لانه اكرم رجل كريم يكرمنا. اكرمنا بوحده كذا كذا. شال اللي يسمونها ايش؟ عبد الرحمن قاسم اسمها.
شعل شعلله شعلله درعوان قاسم هو شعل لوحده الله يكرمه اسلم حبيبنا يلا بسم الله. عادت لنا بالحمى المأنوس جمعات يا سلام عادت لنا بالحمى المأنوس جمعات مع الأحبة عادت مع الأحبة عادت حينما عادوا يا ليلال يا ليلال ليلال يا ليلال ليلال يا لالال يا سلام طيب. السرور وقد لاحت بواديه يا سلام يا سعد عرج به وانزل بواديه اي اي انسن وبسط واخوان قد اجتمعوا ايوه وطيب عيش سألت الله أن يبقي سلام ما شاء الله أحسنت والله تسلم تسلم جميل الله الأخير لو كان سألت الله يبقيه يمكن يكون أصح عشان ما يكون مكسور عشان ما يكون مكسور لا طيب. لكن في الإنشاد عند المنشدين غير عن الشعراء الإنشاد يجوز ما لا يجوز في غيره في الإنشاد أمورهم طيبة يا شيخ المنشدين أي شيء يقولوه ماشي يا أمور طيب أعطنا مشاركة بالله يا أبو عبد الرحمن إنشاد لا إسعاد إذا بدك إنشاد نقفل الشارع؟ إيه لا شوف لي فاصل قريب الله يسعد إحنا كان تقرير عن جيل الأمس وجيل اليوم فبين جيلين وهذا كان برنامج لحبيبنا إسماعيل العمري على قناة المجد بين جيلين فجاب آباء وجاب الأبناء وكل واحد يقول جيلنا أحسن ناخذ إحنا شهادة طب الآن أنت جبت الأبناء فين الآباء؟ هنا. اوه جميله ما شاء الله عليك صح هذا لا احنا الظاهر انا يبدو لي انه ما شاء الله الاربعه الحضور كلنا اكبر من 15 سنه ما شاء الله انت كذلك صح نعم. انت اكبر من 18 انا اكبر من 18 احسن ما شاء الله اعطينا بين جيلين يعني امس الايجابيات اللي كانت جميله وحتى ايجابيات اليوم خلينا نكون متفائلين نعم نحن ما نقول جيل اليوم بطال او جيل اليوم كذا انت بديت هنا على طول يعني. لكن الله يسعدكم يا جيل اليوم يا جيل اليوم يا الطيبين ابو 15 احسن فوق ال 15 فرصه سعيده فجيل الامس في اختلاف كبير طبعا نعم. في اختلاف في الحياه نفسها في نمط الحياه صدق. في اختلاف معلش في التربيه في اختلاف في سبحان الله يعني نحن في زمن أتربينا على أشياء كده معينة مثلا أبسط شيء مثلا السهر نحن حدنا بعد العشاء الأولاد كلهم يناموا لعبنا وحركتنا وتصحوا بدري الصباح في العصر أيوة حركتنا حتى في الإجازة حتى في الإجازة حركتنا في العصر في العصر بعد المغرب كل واحد في بيته يصلي المغرب وفي البيت والعشاء وبعدها نوم خلاص ما عاد فيه خلاص يتعشوا في البيت ولما الأسرة مع بعض ما أحد يخرج صحن واحد ما أحد يخرج من البيت إيش أيوه. إيش كان يعني خلنا نكون أكثر توضيحا يعني السبب مثلا ما كان في ملهيات يعني مثلا ما كان في مثلا سيارات كثيرة بحيث واحد يروح ويجي مع أصحاب ومع أيوه. كذا وأضف إلى أنه طبعا جدة أربع حواري قديمة كانت حارة الشام والمظلوم والبحر واليمن كلها تمشيها على رجولك الآن تمشيها كلها عشر دقائق صح. البيوت كلها متقاربة الجيران الأهل كلهم قريبين من عند بعض صحيح. يعني حتى لما ننزلوا نحن أولادنا واللي ساكنين هناك واللي ساكنين هناك كلهم يلعبوا في برحة واحدة برحة وبعدين كل موسم له لعب مثلا نلعب مع بعض كله جري وحركة ونشاط مو زي دحين بلاي ستيشن وفي الجوالات ما يتحرك هذا الحين بقول لك أقول لك الآن هم رجعوا البيوت يعني الآن ممكن المغرب تحصل ابنك في البيت لكن مو معك مع لا مع جواله مع جواله مع جواله كل واحد في غرفة وجواله سألت أمي فين الأولاد قالت لي جالسين يسبحوا لا هي قصدها مع الأولاد لا كيف جالسين إيش جالسين يسبحوا لكن أعطينا أهم صفتين يعني هي كثير صفتين كانت حلوة تراها سائدة وتتمنى أنها كذلك تبقى اليوم أو هي موجودة اليوم بس قبل إيش مثال صفتين حلوتين رائعتين والله صفتين رائعتين اللي هو الحب والتلاحم والقربة من بعض
كان كثير يعني ايوه كثير جدا يعني. والثاني كانوا في البيت مثلا اربع عوائل ستة عوائل في العماره الواحده او البيت الواحد، لكن كلهم الاولاد اخوان والابهات كده، وكلهم يربوا كله يربي مشاركين يعني كلهم حريصين على بعض نعم. ولدي ولدك ولدك كل اولاد العماره اولادي واولاد الثاني اولاد، كله يربي وكله ينصح وكله نعم يعني عينه على بعض، وفي تلاحم وفي حب، وفي كمان يعرف عن جاره كل شيء، يعرف اموره الماليه اوضاعه وكل شيء. مو الان دحين رب الكعبه في جيران في عماره واحده اقسم بالله ممكن ما يعرفوا بعض، ما يعرف اسمه، الله المستعان، ورب الكعبه ما يعرف اسمه. سالته ايش اسمه قال لي ما اعرف ايش اسمه ده. قال بس انت كذا جيتنا على الجرح. انا دائما في قضيه الجوار هي رساله لي ولكل الاحبه الغاليين، ما زال جبريل يوصيني بالجار، من الذي يعني انا اقصد جبريل يعني أمين وحي السماء، حديث قدسي والنبي صلى الله عليه وسلم أمين أهل الأرض. نعم. يعني أمين السماء جبريل يوصي أمين أهل الأرض، أمين في السماء وأمين في الأرض يوصي بالجار، إيش بقي بعد ذلك؟ يعني جارك ترى وصية نبوية سماوية. نعم. جاءتك من نعم. جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مشاركة جميلة جدا. قول يا شيخ تناسب الحدث. حلو، في مشاركات ما شاء الله من الجمهور، لأنه بعد شيء بنطلع ننزل الميدان ونشوف مشاري برضو نفس مشاري طلع ايه نفس السؤال سأله لمين لأحبابنا. مشاركة جميلة، كثير ممن يحن إلى جيل البساطة لتتميز بحلاوة اللقاء ممزوجة بصفاء القلب بدل المحبة، هم جيل يسأل الجار عن جاري. نعم. ويتفقد الأخ أخا. نعم فعلا. نعم. يعني نحن الآن والله إحنا ما ودنا نحمل التبعات كلها على التقنية، وإن كان فيها مشارك يعني بشكل كبير جدا في هذا الشيء اللي حاصل. خلينا ناخذ كذلك طيب. مشاركات اخرى. انت ذكرت لنا الصفه هذه انه الناس كانت حريصه على بعض. انا قال لي واحد انه كان هنا عماره فيها مثال سبع شقق، في رمضان يتفقوا كلهم انه كل عائله في كل يوم تسوي طبق واحد، اللقيمات عندك والسمبوسه عند شيخنا عبد المحسن والشوربه عند حبيبي اكرم يوميا يوم. يقول كذا لا هم يسووا العكس كل يوم. إيه؟ يقول فيصير أنت تسوي طبق واحد بدون تعب، لكن يجتمع عندك سبع أطباق في الجلسة. أيوة المغرب. أيوة أنت طبق ومتفقين يقول النساء بينهم أنه أنت اليوم تسوي كذا. الآن هذا الشيء ولا سابقا؟ والله أني أخشى أنا سابق. والله أنا نفسي أنا وخالف برضو والله أنا وخالف أنا موجود نحن في أنا في والله والله أنا وخالف الشيء. لحظة أنت سويت مخالفة الحين، وين الشرطة؟ لا فعلا أنا وخالف الشيء هذا يعني خاصة في رمضان واي، لأنه كل واحد له يعني ذوق. لا رمضان راح وانا مجتمع مع الناس افطاري مع لا لا مو لا ما فهمت انت ايش بيقول. ترسل للبيت الان سويت الشوربه ارسل سوي هي بمقدار سبع بيوت. شكرا. انا اسوي شوربه طبق بس طبق فقط طبق. بس شوربه في لا هو احيانا في هذا يسوي سمبوسه هذا يسوي تطلي هذا يسوي اكله ونرسل الى ونرسل انا ارسل لك الشوربه انت ترسل لي السمبوسه فهمت إيه؟ يعني قبل ساعه تجمع عند البيت كل بيت تجمع عنده سبع يعني ست اصناف مع الصنف السابع. يا سلام. وتصير حركه العماره كلها لانه في صعوبات تعلم احنا احيانا ما انتبه في صعوبة برضو والله بعض الاحياء وبعض بعض البيوت الان لا زال فيها ترى الحكايه دي. يعني انا ساكن في بيت في الصفا والله العظيم في رمضان بتجينا من الجيران من هنا ومن هنا نحن نرسل هم يرسلوا ففي سكنني ما عندهم شقه فاضيه الا في انا ححول واسكنك والله عبد المحسن راح نجيك للنقطه هذه. خلينا نشوف حبيبنا اكرم الجيل القديم لانه هو حكى على الجيل المعاصر عبد المحسن أنت تحكي لي على الجيل القديم. لا لا أمزح. إيش تشوف الفرق بين الجيلين أو إيش تسمع إيش كانوا الناس قبل وكيف صاروا اليوم؟ شوف إحنا زمان كنا نسمع بس إنه مجتمعين مع بعض وقاعدين مع بعض، مع إنه زمان يعني كان في مقاهي وكان في ناس بتطلع وتجي وكان في سيارات وكان في والجبنة كان في كان في كل شيء، لكن حاليا زي ما تفضل سعد بن محسن التقنية ممكن هي لها دور كبير برضو قال محمد ما يعني حملها الذنب كله تمام ممكن يكون في تقصير كبير اي بس ممكن يكون في تقصير نفسه داخل البيت يعني الاب في شغله والام في شغل البيت والاخت في دراستها والاخ في دراسته تمام فتجي الملهيات او الاشياء اللي تشغلنا عن بعض الجوالات او الايباد او البلاي ستيشن او كذلك
فخلاص تلاقي كل واحد في جوه. يجيك الأب أساسا يشوف ولده بيلعب خلاص يا ولدي قوم صلي، هذه الكلمة الوحيدة، ما عاد في كلمة ثانية، لا تعال نقعد مع بعض. طيب. ما في يا ولدي قوم صلي وتعال. ممكن في شيء أنه الحارة زمان أو الأحياء العدد صحيح. قليل يعني 100 شخص يعرفوا بعض، أما الحين فيها تبارك الله 10,000 في ساحة المنطقة. يعني مثال القاهرة في مصر أرض الكنانة أم الدنيا كانت لا الحين يعني 27 مليون تقريبا ساكن يعني. طيب يا سيد الناس أنا قصدي على الحارة الواحدة الآن في الصفا أقول لك في عمارة واحدة ما يعرف اسمه. لا هذه مشكلة كبيرة. إيه هذه مشكلة. هذه ما يعرف إيش هو الشخص. هذه كانت الصفة الأولى، قلت إنه الجيران يحبوا بعض ويعرفوا بعض. إيش صفة ثانية كانت حلوة زمان تتمناها تبقى اليوم أو هي موجودة كذلك؟ يعني إنه السؤال عن بعض، تسأل عن جارك، تسأل عن جارك، يعني أنا أعرف جاري ده فين، إيش اشتغل، إيش وضعه، إيش حياته، عشان وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان الوصية دي. فأنا أعرف جاري حتى لو تسأل عنه. إيه كان أول في مراكز في الحي، لا زال عندنا في الحارة، أنا دوبني نازل من الحارة جاي، عندنا مركز نتلم فيه في العصرية ما كان شاء الله. أهل الحارة أنت جيت من مركز إلى مركز، من مركز لمركز نجلس في الحارة، أهل الجيران في البيت ده والبيت ده تلموا في المركز 8-8 وهناك مركز فيه زي كده. طيب وش ليه هو جانا؟ احنا احترام احنا فرم جيه المفروض احنا نزورك تعرفوني والله تجون المركز هنا في فرموزة ويغمش ومنتو وسفول وسنبوسة والله شكلك ما تغديت هناك ايوه تعشونا بعدين ايوه ابشر ايوه والله نعشي ام شاري يروح يسجل معهم تقرير. طيب حبيبي ايوه نبقى تعطينا واحدة كده من حق زمان ايش هو؟ ترى مو بس انت اللي عندك كمان تنشد لا والله انا هنا العمة تكفيك هذه اللي حق زمان خفيف يا ضياع اللدو جيب لنا مدري صح جدو يا حلاوة العيد يا عشان الامهات ينبسطوا شيخ عشان في العيد في المراجيح وفي هذا ففي اهجوزة ايوه بيقولوها مثلا ايوه في المراجيح يا حلاوه العيد يا حلاوه من مال جديد يا حلاوه اشكال والوان يا حلاوه شغل الفنان يا حلاوه واريد ابو شام يا حلاوه اديله يا حلاوه والكل يشارك والكل يشارك موجود وبعدين يجي في المراجيح ما تقدر تركب يا ولد الا بقروشك يا ولد يجي مثلا بيركب المرجيح ده لازم يقوم يدفع الاربع قروش ولا القرشين ولا جميل رتيل احنا عندنا الهاشتاج هو مركز الدار تقول عفوا احنا ابوي مركز الدار ثلاثة اليوم ثلاثة ايه؟ حسنت عشان ظهر أنها كلها المشاركات في مركز كذا بس الدار تقول ابوي اخواني كذا ابوي اخواني اربع متزوجين كل واحد يسوي طبق طول السنة مو بس رمضان وترسل على بعض الحمد لله على هذه في مكة طيب. ولعب الأطفال في الحارة إيش في العصر الأمور باقي طيبة يا شيخ والله الأمور ها في السنبتين هم شايفينها طيب إيش كمان مشاكل طيب إيش رأيك هدوء تقول دام عندكم رطوبة في جدة وحر في الرياض المفروض عرضتوا البرنامج من الطائف الجو خطير والله فكرة صح خلاص شكرا إذا هم بيستقبلونا بيعطونا كلش نخلي سالم ينسق معاهم يرتب التكتيك انت تحب الاشياء اللي ببلاش ها طيب ايش رايكم نشوف سالم يعني احنا نخرج بس شوي كذا نطلع للميدان نروح له طيب يلا يا لا موسى مشاري راح وطلع سالم هنا تروح له في الفاصل الفاصل الماضي لما كنت تاكل في الكرز بالله عليك اي والله هذه اكبر الكرز جنن هذه اكبر ضربه لا اكبر ضربه اعلاميه على الشاشه المذيع بالله يا 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 مختص التقنيه الحديثه اسمها جديد ارجوك قطعها بالله قطع على هذه وابعدها من اليوتيوب ترند توصل الحين لين ترند طيب شوف الجمهور ايش قال لنا زي المذيع اللي كان في الكره يعلق على الاعاده اوه هدف ثاني بعدين طلعت اعاده طيب يا حبيبي هذا يقول جيل زمان نوير جيل زمان اول 100 ريال تكفي العائله الله ايه بس هذه والجيل الحالي 1000 ريال ما تكفي الواحد جيل زمان تروح البقاله واعطيك ريال طيب والجيل الان تروح البقاله واعطيك 50 ويرفض يعني هذه نسبة تناسب اختلف الناحية الاقتصادية ولها دور برضو الأشياء هذه لكن أنا مسوي مقطع معايا ولد صغير كده وهذا أقول له تعال يا ولدي مش عارف إيه هيا خد هذا الريال وأنزل روح أشتري لنا فول من عند عمك حسن جداوي جيب لنا قرشين فول مع السمن البري وجيب عيش وجيب لبن وجيب جبنة ومش عارف إيه ورجع الباقي مو تدي الباقي لأمك بعدين الله يجزاه بريال يجيب الحاجات دي ويرجع الباقي رجع الباقي أنا التمييز بس انتهى في الأخير يبقى له نكهته أذكر مرة الشيخ عبد المطلق الله يمسيه بالخير آمين واحد دق عليه قال يا شيخ قال يا شيخ الله يرحم زمان أول والله يا هو زمان
السكينة وزمان القرب وزمان البعد. يوم خلص قال لا والله هنا زمان الفقر وزمان التعب وزمان الشقاء وزمان والله حتى الثياب ما نغسلها وزمان شفت كيف؟ فكله ننظر من إيش؟ زاوية. هو كان الشيخ يعني يقصد من كلامه إنه كل زمن إنه هذا النعيم اللي نحن نعيشه الآن، نحن نعيش في نعمة لم تكن في. صحيح، ويجب أن نقدر هذه النعمة حتى في وجود التقنية، وجود أشياء الآن معاصرة، حتى لنكون ممن كفروا النعم بعد بيننا وبين أسفارنا فحل بهم العقاب. يعني أحيانا أن الإنسان ما يصدق أنه جاته نعمة، لا أنت استثمرها. وكان مرة في واحد تقريبا في الستين فسألوه، أنا هذا المثال أعجبني صراحة، فقالوا له لو رجع بك الزمن صار عمرك 20 سنة الآن وانت في الستين، ايش كنت ستغير من حياتي؟ قال لن اغير شيئا، لاني مستحيل لما كنت في العشرين افكر بعقليه الستين، وانا اليوم في الستين ما اصير افكر بعقليه الشاب اللي في العشرين. طموحاته تختلف، جسده الان اختلف عليه، مشيته. فاقصد انه لكل زمن الانسان يعيش مرحله، والحياه جميله اذا الانسان جعلها مثل محطات القطار، تستمتع هنا وتستمتع هنا، رحله الين تصل الى النهايه. اما اني ما استمتع الين اصل الى النهايه، قد تصل الى النهايه قد لا تصل، وقد تصل وانت متعب، وهكذا الحياه. اذا لو في كل محطه انت مستمتع مع اصحابك اللي مسافر معهم، وتاكل فصفص هنا وتتقهوى هناك وتقرا كتاب، واجعل هكذا الحياه. يعني وانت في الثانوي لا تفكر في الماجستير والدكتوراه بهذا الإرهاق، لا استمتع بمرحلة الثانوي، لأنه راح يجيك الجامعة وتقول يا ريت الثانوي. مو يا ريت، هي مرحلة. أنت اليوم في الجامعة ما راح يرجع سنك بالزبط. ولن يعود اللبن إلى الضرع، ولن تعود الشمس إلى مشرقها. عشنا في وقت نحن إلا بكرة قبل المكيفات، عشنا في وقت كان زي دي الأيام ننام في السطوح. الله الله. نفرش الفرشة في السطوح وترشوها موية، ونرش الشرشف نبلبله بالموية. حلوة البلبلة. اي والله بس مع رطوبة ما ينفع الموية. والله نبلبل الشرشف عشان كذا يبرد علينا. أول كانوا يرشوا الأرضية، يرشوا عشان يطلع لهذا عشان يجيك هواء، فترش أنت الأرضية فتجيك. ايوه، فكنا نبلبل وننام في السطوح الفجر خلاص تصحى. اللي أقدر يتأخر أخي طلوع الشمس، طلعت الشمس خلاص أنسى إنك فاهم علي. وغير كذا عاد الله يعينه اللي ما نام الليل. ايوه بيتعب. لازم ينام. حبيبنا أنت أستاذ عبد المحسن، عشت الجيلين ما شاء الله. فما تلاحظ أنه الآن رغم وجود التقنية وأنها لخبطت كثير من الأوراق صحة العباد، لكن في الناس خير عظيم. يعني الحرص على صيام اليوم عرفة وست شوال وعاشوراء، وحرص الناس على السنن، وعي الناس صار كبير، أليس كذلك؟ وعي الناس في وعي شيخ. في وعي. ايوه في نعم. طيب لا تصدمنا شيخ وتقول لا احنا بناخذ جوانب من الوعي ان شاء الله بعد فاصل. نعم تسمحوا لنا. طيب فاصل للجيل الحاضر. ناخذ فاصل ثم نعود. انا معاكم بالي صراحه. قلبي ارتاح لا تشغل بالك، واضحك للناس تضحك امالك، مسألة احساس كيف اشرحها لك يا عين. خلينا نشوف مركز الدار. يا قلبي ارتاح لا تشغل بالك، واضحك للناس تضحك امالك، مسألة احساس كيف اشرحها لك يا عين. خلينا نشوف مركز الدار. اهلا وسهلا، عدنا اليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. قرنقش، دراهم، فلوس، ايش بعد تسمى المبالغ؟ مبلغ، يلا اعطونا مبلغ. فلوس دراهم، قرنقش على قولك، زلط زلط، بياس ها بياس بياس على اصحاب طويل الاطق. ايش بعد بالجزائر؟ نقول دراهم رغم انه عملتنا الدينار الجزائري. ايش بعد؟ ايش تقولوا في الديره؟ ليرة. فلوس نفسها فلوس. ليرات ليرات فلوس، هذه عمله. الحلال والله لا الحلال اظن على ال. هل سبق مريت حبيب عبد المحسن او استاذنا اكرم محمد على صرافه كذا ورميت لك فلوس؟ ويا ريت والله. امنيه ما في والله، يا ريت لو اجيب لك كذا صرافه ترمي فلوس على الناس. ها فينها ودلنا عليها. يلا اعطيها لنا مخرجنا الجميل، هات نشوفها نروح لها. بس الموقع الله يرضى عليك، فين المكان؟
والله فين البوق هذا واضح انه ما في السعوديه. السعوديه صرافه يعني ما في مكان ما يعني كمان تقول وينها يعني كيف تروح لها يعني ولا ايش؟ والله هذا شغال في البنك ولا مار عابر سفير جالس يغطي حاط شنطه جالس تنزل عليها الفلوس. قال له ايداع الراتب هذا احلى مزاج اما القهوه حقك شيلها صب قهوه تقديم اللي يعدل المزاج ايداع الراتب ايه مو قهوه تعدل المزاج. فكنا منك انت قهوتك ها ايش رايك في الصرافه هذه اللي جالسه ترمي في الفلوس؟ والله انا رايي فيها مجروح نفسي اروح شهادتك مجروحه نفسي اروح فين بس المكان الله يكثر خيره ما قصرت شهادتي مجروحه في هذه الصراحه. اكرم ايش تعليق خاصه الحين في شوال لو تحصلها يا سلام. بما انه احنا ما عندنا الحين صرافه تعدل المزاج في قهوه تعدل المزاج خلينا نصب لك قهوه. والله ما ادري انا اقول القهوه بس اشربها في الهاشتاج يوريك فلوس يوريك الصرافه يشرب القهوه ما يقول لي قهوه. بسم الله قهوه. طيب الله يكرمك هلا بشيخنا هلا حبيبنا يلا اكرم اعطينا نشيد يقول لك يلا اكرم بس اكرم يلا حبيبي حتى يا سكر ما في ولا نقطه سكر يا حبيبي استاذ موال الله مشكور ما قصرت حبيبي. نبغى شيء غير القهوه شيخ نبغى شيء كذا ولا هو فرايح حق افراح لا نبغى شيء كذا طب نقول شيء شويه قديم استاذ ايقاع وكذا يلا حلو بسم الله. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا واف الهنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا واف الهنا والله أنجاز وعده والبشر وضحى معلنا والله أنجاز وعده والبشر وضحى معلنا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عيونك يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عيونا ذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا واف الهنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا واف الهنا والله أنجاز وعده والبشر وضحى معلنا والله أنجاز وعده يا سلام والبشر وضحى معلنا صلى الله وسلم على نبينا محمد. تسلم 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 هذه طبعا سبحان الله من الاناشيد الجميله كان التاريخ كان التاريخ جالسا فاتكأ ثم تحدث لما اشرقت الدنيا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته اختلف الكون بعد ان كان مظلما وظلمات كان القوي ياكل الضعيف وكان الناس في تعب انقلبت الموازين البشرية بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم الجذع حن إليه وأمته أولى بذلك الحنين سبحان الله يعني بلغ من خلقه أن جذعا كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم لما اتخذ له منبر حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي جذع يحن الله وشوقه قد هز أركان المدينة والدمع يروي قصة من فيض عبرته الحزينة الله لولا احتضان المصطفى ماذا قطعنا للسكينة الله العجيب أنه أنا أتخيل إيش كان بيكتب التاريخ إيش كان بيكتب التاريخ عن ذلك الزمن لو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم موجود الله أكبر أصلاً إيش كان بيسطر التاريخ إيش حيكتب من أمجاد ومن قصص في العلياء وفي الكرم وفي الأخلاق وفي الإبداع وفي التميز وفي الشيمة وفي الوفاء وفي 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 إيش كان حتى يقول الزهراني الدكتور ناصر يقول فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر ومن عثمان ذو الرحم حتى بعدها يقول العين تغفو وأما القلب لم ينم شيبتك بهود آية استقم يعني سبحان الله كان في السراج يعني منير السراج منير وبعثت البشرية يعني مبعث جديد غالبا في التاريخ إذا واحد سوى حدث يعني موقف كذا يسجله التاريخ
لكن أستاذي عبد المحسن، أستاذ ناكر، أستاذ محمد، المشاهد الكريم، هل عرفتم رجلا سجل التاريخ وحتى سكتاته؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يسكت في مواقف دونها الصحابة لجلالة قدره. يعني مرة يقرأ، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم في موقف مثل مرة صلى صلاة الصبح وقرأ بسورة المؤمنون ثم سعل ولم يستطع أن يكمل الصورة فسكت ثم ركع، يعني نقل الصحابة هذه السكتة ونقلوا هذه السعلة لأمانة ذلك الجيل ولمعرفتهم أن أي تفاصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم مهمة للأمة. يعني الأذى الذي تعرض له، الأذى الذي جاءه، ثم لما يأتيه جبريل، وهذا معي أخي ملك الجبال، إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين، يعني في لحظة ستفنى كل سيفنى كل من يعاديك، فرصة العمر صح؟ قال لا، الله أكبر، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. بعد هذه الحادثة، بعدها بفترات يصلي خلفه خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، أخرج الله من أصلابهم. جميل. وجماعة الخير اسمحوا لي، أنا خلينا دمنا في بين الجيلين، أنا أقول الآن يكثر كذا بعض المقولات اللي واحد يكتبها في تغريدة ولا في سناب ولا في مجالس، يقول لك قال فلان الفلاني وقال العالم الفلان الغربي وقال، ها صح. طيب وفي الأخلاق بالذات يا أخي، يا أخي افتخر وارفع رأسك وتكلم عن أخلاق خير الناس على الدنيا. الله أكبر، الله يا أخي، قمة في الأخلاق. مع الطفل تحصل شيء عجيب، قصص مع الأطفال يعني، والجارية التي أخذته، الله أكبر، جارية تأخذ في طرقات المدينة وجارية فوقه هو يصلي. الحين إحنا واحد فينا لو صلى وجاء ولده بس جنبه، لو ولده صغير عمره سنتين يلعب بس هو يصلي جنبه، صكه بمخمس أعطاه مخمس خلاه يبرم مكانه، تلاقي بعد الصلاة كلهم يطلطلوا فيه وخوف الولد. إيه لا، فكيف اللي يجي فوقه وراه، طيب وراه ناس ساجدين، لا خليكم ساجدين يا حبيبي، الله أكبر، هذا فوقه ميمونة، يطيل السجود لي حتى انتهى، حتى يرتاح الصبي، يرتاح الصبي. طيب مرة على المنبر، هل أعظم من خطبة الجمعة، وجاءت أمامة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها، قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني سبحان الله، يقول يعني تأثرت برؤيتها، حتى يقول الظهر الإمام الشوكاني لو قال يكون واحد يصلي الظهر إذا سجد وسقطت العمامة هل يحملها؟ قال يعني يحملها ويحطها على رأسه، لأن حمل العمامة أخف من حمل أمامة، أمامة اللي حملها النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد شوف أدبه وكان يخفف الصلاة لبكاء الصبي، شفقة على أمه وشفقة عليه. تدري قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة في بعض الصلوات، فيخففها رحمة بالصبي. الذي رحم الصبي رحم حتى العدو، لأن كادت نفسه تذهب حسرات أن يموت الناس كفارا، وكانوا يعلمون هذا لما دخل على الرجل اليهودي وكان أطيع أبا القاسم، يعلمون صدقه وأمانته. أنت تحلى واحد يجي يذيك، جت فرصة أنك تنتقم ولا شيء، تقول بدأ الساعة المباركة، لكن افتقدوا، الله أكبر، افتقد الأذى، افتقد صاحب الأذى، الله أكبر. طيب الله يجعل الخير. حديث طيب، في مسابقة عند أبو سلطان، ايه الشيخ عبد المحسن معك عند ابو سلطان الحين، ايه عندي مسابقة مع الجمهور، نعم قل اشرح حالهم. طيب جمهورنا معانا، جمهور ركزوا معانا، معانا جمهورنا الحبيب، ابغى اقول مسابقة، يلا يلا يا نبغى جمهور. اطول نفس يا جماعة الخير، عد من واحد الى الى ما شئت، الى المهم على نفس واحد، لين تقفل، لين تقفل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة زي كذا. ابدا باكرم عندك يا شيخ، ليش اكرم الحلاوة؟ طيب ابى ابدا، ايوه ان شاء الله ابى ابدا فيك ان شاء الله. الله اكبر، يلا انا والله قويه هذه، انا اعطيكم فواكه يا شيخ، لا اعطينا فواكه ما نبغى، بعدين نشوف فواكه الكرز نتفاهم معاه. يلا بسم الله، يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 خلاص 11 يا جماعه، 11 بس البدايه بس، يلا عد انت، يلا اللي بيشارك انا مظبط ابو سلطان بدون نفس، يلا يلا بسلة، يلا بسم الله، يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 39 ما شاء الله، لا لا قال 40 40 حق النعتة، والله ضرب عليك، لا قال 40 قال 40 قال 40. يلا معنا الجمهور، معنا أول اتصال، أول اتصال أبو حسان، حياك الله أبو حسان، حياك الله أبو حسان، الله يبارك فيك، 1 2 3 4 هذا أبو حسان، أنت أبو حسان تضحك علي، طيب خليك مبسوط أنت بس، ها يلا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 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
سلطان سم تفضل ابو سلطان. ابو سلطان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 بس اوف والله مره ترى انا لا لا صاحب اللعبه إيه؟ انا امثله بالمدرب لا لا انا الفائز الاول عندي انا هذا مين اما هذا غش أنا 56 أنا أفتخر الحمد لله أنا حسبت لك 26 وبعد كذا أفتخر أفتخر جبت البساس أنا أفتخر بأمجادي طيب في مشاركات شباب طلعوا طلعوا الأرقام أعطينا إيش كانت ألعاب قديم على ما يجيك الاتصالات الآن الألعاب القديمة كلها ألعاب حركة ونشاط وحيوية حلو جميل بربر عندنا لعبة الطير البربر حق البنات ترى على فكرة الأولاد لهم الألعاب والبنات لهم العاب مختلفه ايش هو البربر هذا جرحت البربر تلعبها ورا صغير كنت تلعب بربر تلعب مع البنات والولد مع البنات طزت وشوكه ومات قالت امه ليه ليه قال ابوه زيدوا عليه اللي يلعب مع البنات كنا نعمل له خذ لك نوره من ابها فنوره الو الو ايوه نوره ايوه كيف حالك يا نوره الحمد لله طيبه شفت اللعبه حقنا ايوه اطول نفس يا سلام عليك نبغاك ان شاء الله اطول نفس باذن الله بس ما حيتحداني انا لا لا انا هذا هذا انا 56 وصلت 56 اعلى رقم 56 هو وصل 26 بعد دخل البساس نبدا يا نوره يلا يلا بسم الله بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 ما شاء الله ما شاء الله طيب يا نوره ممتاز هو اتوقع الشخص اللي عنده طول نفس هذا يمتاز بشيء معين يمتاز يعني لا هو يحتاج تدريب ترى ايه تدريب ايه ثامر عندنا برضو من ابها ثامر ايوه ثامر ايوه اهلا وسهلا كيف حالك طيب من ابها يا ثامر من وين أبها 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 البهية الله يحفظكم يا رب جو بارد عندكم حلو ها ما شاء الله ما شاء الله عندكم مطر ها نحن مطرتنا مننا وفينا ترى يلا تشارك معانا يلا تبدأ ها الى 100 مش مشي الى 100 مشي مشي الى 100 عادي عادي روح الى 100 كمل لا هو لا لا هو يسعد الصوت هذا الصوت صوت الطفوله هذا صوت السعاده صوت السعاده يقول لك في سكته خفيفه او سكته اي هذه هذه لا لكن كل واحد وما يناسبه يعني الشيخ ما شاء الله 40 هذا تعتبر هذه حقه 60 نعم نعم حبيبنا ثامر ومن ابا يعني ولا هم لو شافوا يعني الاخ اكرم لو يجي يوقف يشوف طوله يعرفون انه هذا يقول المفروض قول 100 طيب اعطونا اتصال بعده اذا في مشاركين شباب اعطينا العاب قديم على ما جيت زي ما قلت لك البنات لهم الالعاب والاولاد لهم العاب طيب سالتك على اللعبه اسمها ايش البربر البربر بربر هذه مربعات ثلاثة مربعات فوق بعض بعدين مربعين جايين في الجنب حلو. يرقموها 1 2 3 بعدين 4 5 بعدين 6 بعدين مربعين 7 و8 8 مربعات 2 جاية كده ومن 1 ل3 جايين كده فوق بعض فعندهم حجر كده يرموه على المربع الأول وينطوا على رجل واحدة المربع اللي فيه الحجرة ما يدعسوا عليه أوه احنا نسميه في الجزائر لامارين نحن بربر بربر شايف ينطوا كده هذه لعبة بنات ايه انت انت وبصل حق البنات والحبل حق شيء؟ البنات هذه لعبات بنات والله برضو بنات ولا نحن عندنا الطيري إيه. ونحن عندنا السبع الحجار السبع الحجار هذه سبع حجار وترميهم لا نرصها فوق بعض وعندنا كوره زي كره البيسبول هذه عارف التنس الارضي زيها بالضبط فنرص الحجار هناك وانا اوقف هنا وارمي على الحجار الحريف انه يحاول ما يطيح الا حجر او حجرتين حلو
عشان يرجع يرتبها، فعشان لا تطيحها كلها وتتعب في ترتيبها السبعة. فالحريف يحاول يطيح حجرة حجرتين، يبدأ هم فريقين خمسة خمسة أو ستة ستة على حسب. ممتاز. فالتانيين اللي ما يمنعوا دحننا أرمي وخلاص نتفرق نحن نشرد، وهم يمسكوا الكورة يفضلوا يجروا إنه يضربوك بالكورة. حلو. يضربوا الفريق الثاني كل واحد إلين. هذه ألعاب الصغار، الكبار إيش كان عندكم ألعاب؟ في لعبة الكبت، الكبت زي الطائرة، زي ملعب الطائرة. تأذن لي بس خذ علياء من الزلفي بعدين. أوكي. عندك. يلا. أهلين وسهلين. علياء. ألو. أهل الزلفي. هلا. أيوة علياء. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. سمعت اللعبة حقنا طبعاً. إيه. يلا تبدأي. ها. يلا. يلا بسم الله. يلا واحد اثنين. لا انت بنفس واحد تقول تعدي ارقام على نفس واحد اطول نفس. لا يعني علياء. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اطول نفس. علياء معلقة على امس. بقايا امس علياء. ما شاء الله عليها. يلا يا علياء اطول نفس. اطول نفس. يلا يلا بسم الله. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر. بنفس واحد. بنفس واحد. بنفس واحد. علياء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة زي كده. إيه. نفس واحد مو تتنفسي واحد اثنين لا معايا. هذه نعد إحنا إلى مليون كذا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نفس واحد نبغى. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنين عشر أربعة سبعة عشر خمسة عشر ستة عشر طيب. لا مقبولة أهل الزلفي ربعي وناسي. نعم والله. طيب أنا أهل مكة. أهل مكة مين معنا مكة يا شباب؟ مين؟ أطياف. هلا أطياف. ربعي وناسي بعد هذا. حياك الله يا أطياف. هلا بأهل مكة. الله يحييك. يلا أطياف مع عمك. يلا أطياف. يلا يلا أبو سلطان معك أطياف. أطياف. هلا. عارف اللعبة؟ أطول نفس. يلا أبدأ يعدي من واحد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر ممتاز ممتاز. 30 ممتاز ممتاز يا طياف. جميل. طيب. لا ما شاء الله فيه قابلية. لا لا ما شاء الله. يعني صغيرة يعني ما شاء الله عليه. بس ما شاء الله فيه ها في برضو فيه ناصر. ابو بسام. ابو بسام السلام عليكم. مساء الخير بوي. وعليكم السلام. هلا حبيبنا. الله يجزاكم خير. بيني وبين ولدي ثامر كلمته قبل شوي بيني وبينك حد. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. والله العشاء وكسرت في العشاء قال اتحدى. ما شاء الله. يلا يلا يا ابو ثامر. والله احنا اولا نهنيك على هذه الروح الجميله في الله ابنك. الله يحفظكم يا رب. يكتب اجركم جميعا. نحبكم بالله جميعا. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. ايه تقول معنا؟ يلا بسم الله. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر عشرين ثلاثين أربعة عشرين خمسة عشرين ستة عشرين سبعة عشرين ثمانية عشرين اثنين اثنين ممتاز. كلام متصدر. لكن الكلام متصدر. أنت ومالك اللي أبيك. هو كان 11 سامر وهنا صارت 43. حصة من الرياض. حصة. السلام عليكم. أي حصة؟ الرياض عاد عاصمتنا. أيوة أهلي وربعي وناسي. أي حصة من الرياض؟ هي. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الأجواء عندكم؟ يعني يعني زي زي عندنا. طيب يلا عارف المسابقة؟ إيه عارف. يلا بسم الله. استغفر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنين ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين واحد وثلاثين اثنين وثلاثين ثلاثين. ممتاز ممتاز. 33 ما شاء الله. لو كانت لحد الآن من أطول واحد معنا محركة شوي. لا لا غير اللي معنا هنا 56. أنا أبو بسام كم؟ 33. أطياف تقريبا هي أطياف أو حصة؟ حصة حصة حصة. عاوز راجع حصة كم؟ شوف تقنية شوف تقنية الفارش. طيب معنا أم فاطمة من الرياض. أم فاطمة صح يا شباب؟ يلا معنا أم فاطمة. حياك الله أم فاطمة.
أم فاطمة، أم تركي، أم تركي، حياك الله أم تركي. هيا الله يسلمك إن شاء الله. تفضلي مع أبو سلطان. كيفك يا أم تركي؟ الله يسلمك الحمد لله. شفت المسابقة حقنا مزبوط؟ لا والله ما تابعتك. هو أطول نفس يعني تعدي أرقام بنفس واحد، 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني نبقى أطول نفس. طيب بإذن الله. يلا توكل على الله. بسم الله. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 40. طيب 40؟ انت الحكام هنا. بس في نفس يا ام تركي معنا هي بالاتصال. مشكله بالاتصال ولا في النفس؟ لا ممكن. لا اهل الرياض انا اعرفهم ما شاء الله نفس طويل. نفسهم طويل. ايه واقوياء شكل صابرين عليه. فالظاهر النفس هذا اللي طلع من الجوال المشكله. عشان كذا نسال الحكم هناك. امل من وين؟ امل ابها البهيه ما شاء الله. ما شاء الله اليوم اليوم اهل ابها منورين ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاجواء والامطار عندكم ها؟ اي نعم. يلا الله يزيدكم ان شاء الله. ممكن تشرح لي طريقه المطرقه؟ نعم الشرح. اي نعم الشرح. نبغى اطول نفس تعدي من واحد الى على نفس واحد، 1 2 3 4 5 6 7 8 زي كذا. طيب تمام. على نفس واحد. والله يديك العافيه وبسم الله توكل على الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 يا بدر لكني يا بدت ردت نفس واحد ها واحنا لانانيا نور وبنسر سهره لليا يا بدر لكني يا واحنا لانانيا هنا وروبان سر سراه لليا يا بدر لكني وحنا لنانيا نور وبان سر سراه لليا وحنا الطرب لحان بنرضي الأذواق بنرضي الأذواق لا تكتم الأشواق خلها على نية خلها على نية يا بدر لك نية وحنا لنا نية نية موجودة نور وباني سرسرة مشداوية يا بدر لك نية طيب وحنا لنا نية الله عليك نور وباني سر يا السلام سرة مشداوية يا عيني اسلم فمك اسلم فمك خذ شهد من أبها وأنا أعطيكم فاكهة يا شيخ. شهد يا حبيبي. أيوة شهد. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شهد؟ الحمد لله. من أبها ما شاء الله. أيوة. اليوم أنتوا صاحب الحظ الأكبر حقون أبها. معانا في المشاركة. عارف المشاركة طبعاً. يا سلام عليكم. أيوة. يلا تبدأي بسم الله. بسم الله. يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ما شاء الله بدون مساعدة يا والله ما شاء الله الله يديك الصحة والعافية. اي والله ما شاء الله الله يمتعك بالصحة والعافية. يعني يكفي انك بعض اللي عندنا عندنا ولا طيب ناصر راح يفز
ناصر يوزع فواكه ترى عادي يا شباب الخير يا شباب كنترول استاذ فضل استاذ سالم ترى عادي ترى نوزع ايه سالم قميشي قميشي راح لسالم هناك يدق له فواكه لا تقول لي يدق عليه الرياض ايوه راح يودي له فواكه هناك راح لسالم لا يقول له ناصر خريج برامج واقع عادي يمشي ايه ترى ناكل نشرب ونوزع اي والله عفويه بسم الله زي الدار زي الدار هات اتصال يلا مين نزل الشارع وزع فواكه وجاء مين معنا ايش اطيب فواكه معنا يا سالم موجود سالم الناس الو ايوه السلام عليكم هلا يا بنتي عليكم السلام من معايا فاطمه اهلا فاطمه من فين من مكه ما شاء الله هلا اهل مكه حبايبي يلا يا فاطمه عارفه المسابقه ايوه يلا ابدا بسم الله واحد 40 كم 40 40 ايوه ما شاء الله تبارك الله ممتاز 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 ما شاء الله اهلي وربي الناس يا مكه 40 والله ما قصروا بس اليوم اعلى رقم كم وصلنا 44 45 ما شاء الله اي 45 حق ابو في واحد معنا في الاستوديو كم وصل شيء هذا وصل 47 ده لا لا 56 لا لا وصل لا لا وصل 39 هذا 56 هنا ابو بساس ده 39 تفضل استاذ عبد المحسن فايزه من خميس مشيط ايوه استاذه فايزه الو ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيكي من فين ما شاء الله طيب عارفه المسابقه يا فايزه ايوه يلا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 انت خذ المايك انا وناصر قد ناكل حلوين والله خش خش والله خش 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 مع الكمثرى حتى مهندس الصوت يقول بيش وين تعبون هذول المشكله نوع الفاكهه اكبر نوع الفاكهه خلي لا المفروض تطفي المايك كله ما شاء الله تبارك الله شغال ايش الفاكهه اللي احب اليك الاناناس الاناناس انا احب الاناناس وقلبي يحب الناس احب كل الفواكه بس عندي الاناناس مقدم عندك اكرم حب 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 فاتك البارح الرمان الرمان ما شاء الله اكرم وليس عصيرا استمتع باكله الرمان والله شوف انا في اذا على كذا في الرائحه احب تفاح في الاكل موز وفي العصيرات برتقال الرائحه انا احب مانجا مانجا ريحه المانجا كذا لكن سبحان الله انا كنت ما في مصر وجلست فتره فصار من كثر ما نشرب المانجا صرت سبحان الله بعدها جاني اكتفاء منه تشبع اي لانه كان سعره طيب ايه وجميل السعر طيب ايه قلت خليني اطيح فيه طيحه اللي ما قد طاح افطر عليه الصباح هو قصب ايه ما شاء الله المانجا في مصر لا بس ايه بس يبدو لا بس يبدو انه ياثر على الباطنيه اللي اكثر منه اللي اثر على الباطنيه وجودك سعاده قلتك وجودك والله انت غصة لا بس قلتك وجودك سعادة انت ما فهمتها على طريق فواكه انا قرأت خبر طبي والله جميل انه الفاكهة اكلها اكثر فائدة من عصرها من عصرها لانك انت بالعصر فترة العصر يعني اطول من المغرب والعشاء انه العصر انت يوم تعصر الشيء في اشياء كثيرة ضعت ما جت في شيء في القشر في شيء في الطبقة الخارجية في شيء في الالياف في شيء فيوم تاكل الرمان تاكله اكل اكثر من ايش؟ ايوه انا برضه احب الرمان وانا احبك يا سلطان وانا كمان وعلى ذكر الحبحبه والطبطبه التاكسي اول وابو كدي وكدا فخلينا نشوف برومو ابو كدي ابو كدي فاصل ايه على الرصيف تلقاهم مشاويرهم طويلة وحياتهم صعبة وصراعهم دائماً على لقمة العيش مواقفهم ما تخلص وما يحل مشاكلهم إلا شيخ الكدادين أبو كدي
اوه ما شاء الله برامج هذه ابو كدي والامور طيبه. امس الضربة القاضيه واليوم ابو كدي. والله ابو كدي ابو كدي في كدي هيك. الله حبيبنا اخونا صالح العمري العمري معد برامج في شبكه قناه المجد. الله يحييك ويسلمك. نورتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام يا هلا بالزين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. نورتنا. انا اشوف السياره ذي اللي قاعد ما اشوفك راكب فيها. هذه بنركب فيها الكتابين ثلاث كبار. انا من عند البرنامج وبجيب لك مجموعه الكتابين يحبون قلبك. يا بعد قلبي. اوه يعني ابو كدي يعني مكداد. ايه انت هو البرنامج بالنسبه لابو كدي هو عباره عن خليني اشرح لك اول شيء. هات ايوه هات اعطنا العلم. بالضبط هو استراحه كدادين. مجموعه كدادين اربعه كدادين عندهم رئيس المجموعه اللي هو الشيخ الكدادين ابو كدي. الله الله. هي اسم شخصيه الشيخ الكدادين. تمام. وبيكون ايضا معاهم ان شاء الله عامل ابو كدي دائما يتحارش معه. والفكره ما فيها انه بيكون الطالب بشكل عام في تلفزيون درامي. حلو. وفي ايضا تنافس مع بين الكدابين وبين الجمهور في نفس التحديات مع الجمهور. جميل. يعني احنا استوحينا من هذا العالم، عالم الكدابين اللي هو عالم المسطره وعالم السيارات وعالم التسجيل روح تعال زر انحاء المملكه في كل على يعني على السياره. استوحينا منها هذه فكره هذه البرنامج. بيكون عندنا ان شاء الله مجموعه من القوالب الدراميه الكوميديه اللي يمثلها مجموعة الكدادين على رأسهم أبو كدي شيخ الكدادين الأستاذ الكبير عبد الله المهيدب. ما شاء الله ما شاء الله. بما أنك معنا أنا ما أبغى أقول أسماء الكدادين عشان ما أحرق الصراحة. لا لا حبيبي حبيبي أبو صالح حبيبي صالح أمرني وين تريليتشا؟ لا كذا أنت حلا وذكرنا بالحلا. الله يرضى. بما أنك ذكرت حبيبنا المهيدب زيدني اسم بس حتى نفوز بحصرية في مركز الدار. أعطيني واحد من الكدادين. والله بعطيك اثنين إن شاء الله. يلا الله يبطل. يلا وجه واحد عشانك وواحد عشان محمد وبيته. تسلم تسلم أسلم. أي. يا صالح شوف بيكون إن شاء الله معنا الكداد الكبير الكداد الظاهر في الحقيقة في الدراما أستاذ عبد الرزاق الفرج. ما شاء الله. ايه اسلم. ويكون معنا ان شاء الله من ايضا ضمن الكدادين الاستاذ صالح او الجميل وجه الطاعة صالح الدوسري. ما شاء الله. من شباب المسؤول. وبيكون ايضا يعني من ضمن الكدادين اللي بيتهاوشون دائما مع شباب الكدادين. خلاص الباقي خليهم حتى نخلي عنصر التشويق عشان ما تحرق الاوراق. احنا امس اخذنا الضربه القاضيه حبيبي صالح كان المفروض يكون معنا تواصل. فانت كنت في النادي ما شاء الله مسوي نفس الضربه. شوف يا ابو عبد الرحمن ولي هنا استاذ محمد الضربه القاضيه احنا حطينا اكثر اثنين تهاوشون محمد عباس وابراهيم نقيب. هي اختيار موفق. عاد هم ما شاء الله هم ما شاء الله بارك الله دائما احباب واصحاب. الفكره باختصار يا صالح فكره الضربه القاضيه باختصار هي الفكره انه ابراهيم النقيب بيكون بيجيب ضيف من طرفه ومحمد طيب. عباس يجيب ضيف من طرفه. حلو. وبتكون التنافس بين الضيفين والمقدمين على ثلاث جولات ثم الجوله الاخيره اللي هي الجمهور اللي بيحسمها اللي هي الضربه القاضيه. ويشوف من يفوز ابراهيم نقيب ضيفه ولا محمد عباس ضيفه. اذا على كل حلقه ضيف متجددين. اذا على البنيه النقيب اللي يفوز. اذا على الذكاء الله يحفظهم جميعا. شكرا. اخوان كلهم خسرانين يا عبد الرحمن. لا لا ان شاء الله حبايبنا بكره ابراهيم النقيب راح يشرفنا كذلك في مركز الدار. طبعا يجيب هو احبابه واحنا نرجع للرياض كذلك. الجمهور موعود بحلقه ان شاء الله جميله بكره مع حبيبنا ابراهيم ومجموعه من الضيوف. شكرا صالح دائما تتميز ببرامجك واعدادها الجميل. شكرا جزيلا. الله يعطيكم الصحه والعافيه وتشرف بالمداخله معكم. الله يرضى عنك. شكرا جزيلا. كان حبيبنا صالح العمري معد برامج بقناه المجد. عندنا ابو كداي وعندنا طيب. الضربه القاضيه. كم باقي معنا من الوقت؟ بس بنسحب السحب ابو عبد الرحمن. يلا اسحب شيخ. الاجابات على تقدر تطلع لنا الصوره. هذه الصورة مشاركات. طيب الصورتين المتشابهتين. تبون شباب نسحب اليوم ولا نسحب بكرة أول الحلقة؟ اليوم اليوم. طيب نسحب اليوم يقولوا؟ اليوم. طيب يلا الآن هذه استخرج الصورتين. أعطونا الصورة شباب تخرجونا أعطونا. ناصر مستحي من الشاشة. الله يبيض وجهك يا سالم. ليته أتحرج أنا. بس هيا هيا بسم الله. كاميرا حرج يا شيخ. المشاركين اليوم في مسابقة 58 سابق
شارك. طيب طيب بسم الله. كانت هالصورة هذه طلع الصورتين المتشابهتين أو متطابقتين. طيب زي ما قال ناصر احنا بنحط ايش؟ 10 مرات نسحب 10 مرات الشاشة. يلا 1 2 3 كثيرة 4 5 6 7 8 9 10 ايشو عبد المحسن ايش السيوت؟ لا شوف الشروط بالفرنسي دي بس خلينا نشوف الاسم. ايه الشروط؟ طال عمرك ايه متابع الحساب ومسوي رتويت ومغير تحت التغريده. خلاص بصور له هذه الشاشه. هذا اللي فاز معنا. ايش اسمه؟ خلاص ما يحتاج. يلا هذا اللي فاز معنا ما شاء طيب. الله شكرا حبيبنا عبد المحسن. الله يسعدكم يا رب. الشكر والتقدير لكم حبايب قلبي وجمهورنا الحبيب الله يسعدهم يا رب. تستاهل كل خير والله. كل سنه وانتم طيبين. الله يسلمك. انت اطيب حبيبي يا اكرم. شكرا الله جزيلا. الله يسعدكم ان شاء الله. وان شاء الله نكون خفيفين لطيفين على الساده المشاهدين باذن الله. الله يكرمك ابو عبد الرحمن. الله يرضى عنك حبيبي. ما ودي اقول نراك على خير لكن كانت يومين الصراحه ثقيله علينا. اسعدتنا فيها. نورتنا اكرمتنا. نراك ان شاء الله في ايام قادمه وانت في خير وسعاده. بعد العشاء تقول له الكلام ده. ايه بعد العشاء مو كذا. ما نتعشى لانه في وقت على الطياره. حبيبي اللي حصل على الهواء نخليه على الهواء. الله يرضى عنك حبيبي محمد. ما واجهته بعد قلبي. لا ابد حبيبي. تروح ان شاء الله. تروح ان شاء الله الى الجفاف والجمال. الله والجو الزين. شكرا محمد. شكرا حبيبي استاذي عبد المحسن. شكرا حبيبي استاذي كذلك اكرم. الشكر كذلك موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام. بعد شكر الله عز وجل ابقوا رايعين كما انتم ناشرين للورد ناثرين للحب. أنتم عبق هذه الحياة وجمالها. نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دناكم الله. مركز الدار نوار ليالينا يجمع نحباب ويرحب فينا الليل أنوار والود مالينا يا علي والموعد فين مركز أحلى مكان شفنا ينادينا أشكال ألوان وهدايا تجينا والعاب كمان حلوة تسلينا يا جلستنا اليوم مركز الدار يا قلبي ارتاح لا تشغل بالك وضحك للناس تضحك أمالك مسألة إحساس كيف أشرحها لك يا عين خلينا نشوف